مدينة هادئة جميلة، يمشي نساؤها على استحياء بردائهن الأسود، لا لإخفاء زينة بل لترك تاريخ المنطقة يزين سجل المكان، تاريخ جمع بين الحضارات المتعاقبة أثرا ومعنى. فلما جت فرنسا لقوا أن منطقة باتنا منطقة استراتيجية، وقرروا يبنيوا فيها مركز عسكري الغرض منه تموين القوات الفرنسية اللي مشات للجنوب في 1844 تتعقب أحمد باي. فهكذا بدأ أول مركز في مدينة باتنا في مكان يسميوه الكون أو المخيم بالفرنسوية. على بعد 50 كيلومترا من العاصمة كان الطريق شاقا للوصول لسفح إيشوقان. هنا تتنافر 1000 مقبرة نوميدية لتشكل متحفا مفتوحا، أطلالها شاهدة على عمارة الحضارة وقلعتها الكبيرة. وهذا الموقع يعتبر من أقدم المواقع النوميدية، أولا لأنه تواجد به أكثر من 1000 مقبرة نوميدية اللي راكم شاهدتوها معنا، وكذلك هذه البلدة النوميدية الكبيرة اللي تتناثر على كل هذه المنطقة تاع الشقان. صيت المدينة بجبالها، أوراس الجزائر الأشم، مهد الثورة ومعقل الثوار. اختارت الطلقة الأولى في الفاتح من نوفمبر عام 1954 أن تبدأ من هنا، ممهدة الطريق لثورة اشتعلت 7 سنوات ضد المستعمر الفرنسي. ولا تزال دشرة ولاد موسى تحتفظ بشواهد الشهيد مصطفى بن بولعيد ورفاقه داخل هذا المتحف. الثورة الجزائرية فخرنا وفخر كل شاب جزائري. أتمنى من الجميع المجيء إلى هنا، وعلى السلطات أن تعمل لتطوير شبكة المتاحف التاريخية ليتمكن الشباب من الإطلاع عليها. ليبقى هذا البيت شاهدا على أول اجتماع للمجاهدين ساعات قبل انطلاق الثورة، ثورة تحرير ستظل خالدة جيلا بعد جيل. في هذه القرية بالأوراس وفي الفاتح من نوفمبر من سنة 1954 خطط لإطلاق الرصاصة الأولى إذانا باندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، ثورة دامت 7 سنوات وكتبت فصولها في سجل مقاومة الاحتلال. من باتنا شرقي العاصمة جهيد رمضاني، العربي، الجزائر.